هذه العائلة الروسية تختار تناول المأكولات العربية والأجواء الشرقية في هذا المطعم لتحيي ذكرياتها في أثناء زيارتها للدول العربية. المطاعم العربية انتشرت بكثافة في المدن الروسية، واستطاعت خلال فترة وجيزة جذب الكثير من الروس إلى مذاق الأطعمة الشرقية، فوجدت بعض الأطعمة مثل الحمص والمتبل والفلافل طريقها إلى قائمة الأطعمة المفضلة للروس. خلال زيارتنا لبعض الدول العربية أحببنا الفول والفلافل. المطبخ العربي لذيذ الطعم ومفضل لدينا، وخاصة أيام الصيام التي نمتنع فيها عن تناول اللحوم. الأجواء الشرقية والتحف الموجودة في المطاعم تثير فضول رواد المكان لمعرفة المزيد عن الحضارة والثقافة العربية، وتحول بها المطعم إلى ما يشبه المركز الثقافي. بس في إقبال كبير الحقيقة من الروس على الأكلات العربية طبعاً اللي صار عم تنتشر، يعني كفلافل، فول، السمبوسك، محلنا مشهور بمناقيش الزعتر، الجبنة، السبانخ. تعتبر الأطعمة الشرقية إحدى الوجبات المفضلة للمتذوق الروسي، وذلك لتنوع المطبخ العربي وغناه، فيما يرى البعض أن الأطعمة العربية مرتبطة بذكريات عن الروايات والأساطير العربية. أعمل مدون رحلات حول العالم وزرت 80 دولة تقريبا. لفتني المطبخ العربي، ورغم أنه لا يشبه المطبخ الروسي إلا أن هناك أطعمة مميزة ووجبات غنية، وأيضا أحب النرجيلة العربية. أزمة كورونا مرت أيضا بقساوة على أصحاب المطاعم العربية، فأصبحت خاوية من روادها في زمن كانت تعم بأجواء الصخب الشرقي. رحلة إلى الشرق يعيشها رواد المطاعم العربية مع حكاية ألف ليلة وليلة، والتي تقدم لهم من خلال الأطباق العربية تارة، ومن خلال الألحان والموسيقى تارة أخرى. فراس مارديني، الحرة، موسكو.